كوم. ايوه اتفضل. سيدة سمية. لا بس معايا اخ مغربي. الحمد لله ديالنا دابا باينه فيه الصحراوي. انت صحراوي في السعوديه؟ الدنيا هانيه والسما صافيه وانت لاباس عليك؟ الله يعمر هذا الحمد لله. مبارك عواشرك اخويا، مبارك عواشرك، تعيد وتعاود. الله يبارك فيك ان شاء الله. مرحبا اخويا، اسميتك؟ اخوك محمد صالح من اليمن. محمد صالح يمني مقيم في السعوديه. ايوه. وتتكلم مغربيه كويس انت؟ زوجتك كانت مغربية الله يرحمها. منين كنتي مزوج؟ من مدينة؟ مزوج من الدار البيضاء. من الدار البيضاء ما شاء الله. وعندكم وليدة الحي المحمدي، وعندك شي وليدة معاها؟ شي المغاربة ما كيخليوها شي واحد بيفهم. معنا خمسة وليدات معاها، اثنين اولاد وثلاثة بنات. ما شاء الله ما شاء الله. وعايش في السعودية ولا في اليمن حاليا؟ لا عايشين في السعودية. عايشين في السعودية. اش مدينة في السعودية؟ اش من في جدة ما شاء الله. أيه. الحمد لله. شنو سميتك اخي؟ ها؟ شنو الاسم ديالك؟ محمد صالح. محمد صالح. أيه هو محمد صالح. كم عمرك يا سيد محمد صالح؟ كم عمرك؟ عمري الحمد لله عمري 65. ما شاء الله 65 سنة. أرمل. ما عندكش شي زوجة أخرى من غير المغربية؟ كم زوج؟ عندك اثنين على زميتك من غير المغربية ولا بالمغربية؟ واحدة ثانية الحين ما قلت ثلاثة صار. عندك ثلاثة على زميتك. أي نعم. وباغي يزيد الرابعة، الرابعة باغيها مغربية. أي بغيناها مغربية إن شاء الله، أخت صالحة تكون مؤمنة. أيوة باغيها من أش مدينة؟ باغيها من أش مدينة؟ ها؟ من أش مدينة بغيتيها؟ قول لي يا اخ محمد صالح. مرحبا صالح. مثقفة متعلمة. ما يطفاش هذا. قول لي يا سيد محمد صالح، كم اولاد عندك المجموع توتال اللي مخلف من العيالات كلهم؟ كم المجموع ديالك؟ العمى ما شاء الله تبارك الله 13. 13 الولد ما شاء الله، هذا راك يا ولد. ما بين ولد وبنت. ما شاء ربنا يخليهم لك. مصري انا نهضر معاهم. امين. حفلة النجوم بلاتها الدراري. برعوني برعوني برعوني. قول لي يا سي محمد صالح، الزوجة اللي بغيتيها من المغرب كم يكون عمرها؟ من 30 إلى 40 بس لا يزيد. 30. عاوز تخلف عيال أخرين؟ والله إذا رزقنا الله الحمد لله ما رزقنا. وحتاخذها على السعودية ولا تخليها في المغرب؟ لا لا تاخذها السعودية. تاخذي على السعودية. أنت عندك بيت في المغرب؟ أيوة عندي بيت في المغرب. في كازابلانكا؟ في كازابلانكا في وفي أصيلة. شكرا رضا. في سيتي فاطمة. عنده في سيتي فاطمة وعنده في أصيلة وعنده في كازا. غادر لاباس علي. مرحبا بك سيدي، مرحبا وألف ألف مرحبا. سيد صالح عندك واتساب في هذا الرقم؟ شكرا. أي نعم. من فضلك ادخل عندي على الواتساب وأرسل.